عقدت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركمانستان اليوم اجتماعها التحضيري الأول برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. في بداية الاجتماع رفع سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة أسمية الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الملكية السامية بمناسبة صدور أمر جلالته بإنشاء وتشكيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. وخلال الاجتماع اختارت اللجنة سعادة الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية نائبا للرئيس. كما بحثت اللجنة تطوير مجالات التعاون الثنائي على كافة المستويات وتنميتها بما يواكب الجانب السياسي المتقدم والعلاقات رفيعة المستوى والتي تجمع زعيمي البلدين. وأكد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة أن مملكة البحرين تتطلع إلى شراكة وطيدة ومتنامية مع جمهورية تركمانستان، لا سيما أن البلدين لديهما مقومات ومزايا عديدة ينبغي استثمارها والبناء عليها والمضي قدما بها نحو تطوير هذه الشراكة. أوضح رئيس اللجنة أن العلاقات بين البلدين تمتلك فرصا واعدة وكبيرة في مجالات عدة، حيث نجحت مملكة البحرين في ترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي رائد في الإصلاح والتنمية المستدامة. ومرحبا في هذا الصدد بجهود تأسيس اللجنة البحرينية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي وإنشاء مجلس الأعمال بين البلدين. كما أبدى رئيس اللجنة ارتياحه بشأن التوافق بين البلدين الصديقين في الآراء والمواقف خلال الاجتماع الثنائي للمشاورات السياسية بين البلدين والذي استضافته العاصمة أشقباد خلال شهر يوليو الماضي. شدد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة على أهمية تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة استنادا إلى مبادئ وبرامج رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى بحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين الصديقين.